صباح الخير عليكم. اليوم الاربعاء 8 اغسطس 2018، عيد العرش قرب. خرجت اليوم في مدينتي اكادير، غادي نشوف مختلف الادارات ديال المدينه. هادوك الرايات كيفاش معلقينهم؟ واش محترمين المواصفات؟ غير غندير واحد الدوره صغيره. اللي بغيت نقوله هو هذيك الرايه كنا احنا كمغاربه مفخره لينا، كنعيشوا على قبلها، كنناضلوا على قبل هذيك الرايه. ارانا نشوفوا اشنو داروا هاد الادارات هادو. هذه المحكمة الإدارية ديال أكادير. السيد الرئيس تكرفصتوا على ديك التصويرة ديال صاحب الجلالة، هذه الأولى، وهذيك الراية راه نورمال ما ترفرفش لأنها كبيرة، والعصا اللي درتو راها. هذا المكتب الوطني للكهرباء، الراية ولات ليمونية. هذه أملاك الدولة، واحد الرايات كي دايرين ولاو ليمونيين تا هما. هادي المندوبية ديال الفلاحة أكادير، شوفوا الراية كي ولات اللون ديالها وعلى حالها فاش كاين هادشي. هادي تجاري وفا بنك، الراية ولات ليمونية والنجمة شوف كي ولات، وشو بعدا الراية كي دايرين ليه. باش نختموا هاد القضية ديال الراية، الراية راه ماشي ولا بدا عيد العرش ولا شي عيد باش يمكننا نعلقوها، لا، خصها تكون في الدم ديالنا. الرايه فوق المؤسسه اللي كنمثلوها تكون كتشرف البلاد وكتشرفني انا بعدا دونك كمواطن مغربي وانا كمسؤول. السيد الوالي ولايه اكادير ما عندي ما نقول، حدا الولايه ما بغيتش نبين الصور ديال بعض المؤسسات اخرين، الولايه اكادير ما عندي ما نقول، الرايه محترمه زوينه. السيد ولي الامن، الرايه اللي فوق الاداره ديالكم راها مشرقه، الحديدة اللي عليها راها كلها مصدية محشومة. السيد القائد الجهوي ديال الدرك الملكي، هذوك الرايات راه ماشي رايات، راه يمكن لقيتهم غير فشي ستوك وجبدتوهم. واش شفتو اللون ديالهم؟ واش شفتو التوب ديالهم كي ولا؟ انا راني عاد كنت تما. السيد القائد الجهوي ديال الوقاية المدنية، انا هذيك الراية اللي درتو في الدخلة كبيرة زعما حشومة، غير حيدوها لأنها تسيئون إلى راية البلاد. هذيك ماشي راية، هذيك غير شرويطه، هذاك جفاف مخيطين فيه ديك النجمه. المحكمه الابتدائيه ما عندي ما نقول، محكمه الاستئناف ما عندي ما نقول. مشيت لبعض هذا لا بلاس دارم، السيد الكوموندون ديال لا بلاس دارم راه حشومه، دوك الرايات صغيورات لقيتوهم وخرجتوهم من العيد للعيد. هادشي اللي عندي ما نقول. وكاين مؤسسات اخرين اللي ما بغيتش نعاود نبين الصور ديالهم لان حشومه. انا غير هذا مقتطف اللي درت باش نبينو بان الرايه راه مفخره هاد البلاد، راه كتبين على الوطنيه ديالنا وخصنا نتهلاو فيها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.